عاجل الاتحاد الافريقي يكتب نهاية ابي احمد سفاح اثيوبيا، وعاجل جدا بيان مهم لمصر بشأن فيضانات السودان، وعاجل تفاصيل قيام مواطن ببيع المخدرات لاجنبي على تيك توك، وتحرك سريع من الداخلية المصرية نكشف لحضراتكم التفاصيل، وعاجل رد فعل صلاح بعد رفض ليفربول مشاركته مع منتخب مصر، ورد فعل وزير الخارجية المصري على اعتماد السفير القطري في مصر، وعاجل التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جداً عشان تجيلكم اهم الاخبار، واضغط على زرار اعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا، وعاجل جدا بيان مهم لمصر بشان فيضانات السودان. تعرب جمهوريه مصر العربيه عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهوريه السودان الشقيقه حكومه وشعبا لذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عدد من الولايات السودانيه وادت الى وفاه عدد من المواطنين وتدمير المنازل. وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. نتمنى إن شاء الله الخير للسودان وتعازينا في ضحايا الفيضانات في دولة السودان الشقيق. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الاتحاد الإفريقي يكتب نهاية أبي أحمد سفاح إثيوبيا. أعلنت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استعراض تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاتحاد الإفريقي بشأن ممارسات الحكومة الإثيوبية في منطقة تيجري شمال إثيوبيا. أكدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بيان: التزام لجنة تقصي الحقائق بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد ما يضمن حماية من يتم التعاون معهم، كما دعت إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكينها من تنفيذ مهمتها بشأن أحداث التجري. أوضحت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق سوف تجري مناقشاته خلال أعمال الدورة الاستثنائية 34 التي تعقد بشكل افتراضي عن بعد في بانجول عاصمة غامبيا. في مايو السابق أعلنت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبدء عملها والتحقيق في أحداث منطقة تيجري. وحصلت لجنة تقصي الحقائق على صلاحيات التحقيق فيما يثار عن الممارسات الإثيوبية بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوم بجمع المعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت الممارسات الإثيوبية تشكل انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتكون من 11 مفوضا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتجتمع اللجنة 4 مرات في السنة في الدورات العادية، وقد تعقد جلسات غير عادية. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تفاصيل قيام مواطن ببيع المخدرات لأجنبي على تيك توك وتحرك سريع من الداخلية، نكشف الآن التفاصيل. أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن كشف ملابسات نشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك لقيام أحد الأشخاص بعرض مواد مخدرة على آخر مقابل الحصول على مبلغ مالي. كشف الأمن المصري ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص وهو مصري الجنسية يتحدث مع أجنبي ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالي محدد، فضلا عن رفض الأخير لذلك. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص المصري الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر. وعلى إثر التحريات وتقنين الإجراءات
استطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر البانجو ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل رد فعل صلاح بعد رفض ليفربول مشاركته مع منتخب مصر. أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم رغبته في الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، استعدادا لخوض مباريات ضمن تصفيات مونديال قطر 2022. وفقا لموقع كورة، فقد تواصل مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم مع محمد صلاح، أكد الأخير رغبته في الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل، وأنه سيتحدث مع مسؤولي نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورجن كلوب في محاولة منه لإنهاء الأزمة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه خطابا رسميا من ليفربول يعتذر فيه عن عدم انضمام صلاح لمنتخب الفراعنة، وأشار خطاب ليفربول إلى الإجراءات المطبقة في إنجلترا وما يضع العائدين من بعض الدول لوحدهم إجباري لمدة 10 أيام بعد عودتهم لإنجلترا. كما أعرب ليفربول في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك في مواجهة تعرض اللاعب لأنه يقعد لوحده وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف المكان اللي هيقعد فيه. وذكر الخطاب أن ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب ويواجه منتخب مصر نظيره الإنغولي يوم 1 سبتمبر في العاصمة مصر، قبل السفر إلى مدينة فرانسفيل لمواجهة منتخب الجابون يوم 5 سبتمبر 2021، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. مصدر معانا كان من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ورد فعل وزير الخارجية المصري على اعتماد السفير القطري في مصر. وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن الوزير سامح شكري تسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة سالم مبارك آل شافي، ووصل السفير القطري الجديد لمصر بعد عصر أمس الثلاثاء الماضي السفير سالم مبارك آل شافي، وذلك بعد غياب أكثر من 4 سنوات بعد سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017. وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية، كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتل مع بعض الخبر آخر وعاجل التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021. كشف الدكتور ماجد نجم عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021. وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC المذاع على فضائية DMC، المرحلة الثانية ستنطلق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل. وأوضح سيتم الإعلان عن نتائج التنسيق في المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه ربما يتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال 7 أو 9 أيام. وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد المقاعد المحددة للقطاع الطبي أو غيره، لأن هذا يعتمد على تسجيل الرغبات والمقاعد داخل الكليات، متوقعا أنه يقل تنسيق الطب وطب أسنان والتنسيق بكليات عموما عن الأعوام الصادرة. قال عبد الحميد حسن المشرف على معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن المعامل باشرت عملها منذ صباح اليوم في استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم، بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالنسبة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية. الدكتور عبد الحميد حسن أوضح إن معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة تضم 120 جهاز كمبيوتر
حيث يتم تجهيز المعامل بشكل مميز لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تحدث سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت. وأشار إلى أن معامل التنسيق بجامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي موزعة على 3 كليات، هي كلية الهندسة ويتواجد بها 120 جهازا، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ويتواجد بها 100 جهاز، وكلية الزراعة ويتواجد بها 90 جهازا. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. نتمنى إن شاء الله التوفيق لطلاب الثانوية العامة اللي بيقدموا في مراحل التنسيق، إن شاء الله يعني تجيلكم الكلية اللي أنتم عاوزينها وتنجحوا في حياتكم. وعاوز أقول للناس يعني اللي ما حالفهمش الحظ بالالتحاق بأي كلية أو يعني هيعيدوا الثانوية العامة مرة أخرى، عاوز أقول لحضرتك إن التعليم يعني ده حاجة، وإنك تنجح في حياتك وفي عملك ده حاجة تانية خالص. فيعني أتمنى الموضوع يكون بسيط، والثانوية العامة مش بعبع، ولا إنك ما تدخلش الكلية اللي أنت عاوزها، ده مش شيء يعني مخيف. أتمنى يعني إن الأمر يكون واضح، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وأتمنى التوفيق ليكم بإذن الله. نتقل خبر سريع وأخير معانا. وزير الدفاع الروسي: مصر شريك موثوق لنا في إفريقيا والشرق الأوسط. ترأس وزير الدفاع روسيا ومصر سيرجي شويجو وأحمد زكي الاجتماع 7 للجنة التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا، حيث تمت مناقشة التعاون العسكري بين البلدين. ورحب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالوفد المصري، أكد أن موسكو تقدر تطلعات القيادة المصرية لتطوير العلاقات الشاملة مع روسيا. وضح أن مصر شريك موثوق لروسيا في إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع الروسي أن البلدين أظهرا تشابها في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف. وتابع: من المهم أن نواجه بشكل مشترك هذه التهديدات، ونحن مصممون على مواصلة التفاعل النشط مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت وزير الدفاع الروسي الأنظار إلى ديناميكيات الاتصال الروسي المصرية التي لا تزال على مستوى عال رغم القيود المفروضة حول العالم. وأعرب شويغو عن رغبة روسيا في مشاركة الزملاء المصريين في منتدى الجيش 2021 وفي ألعاب الجيش الدولية التي تعقد في روسيا كل عام. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني العلاقات المصرية الروسية متميزة، خصوصا العلاقات العسكرية والسياسية بين البلدين. روسيا يعني دولة يعني محترمة جدا في تصنيع السلاح، ومن المهم أن مصر تكون صديقة لروسيا، ومن المهم لروسيا أن تكون صديقة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الأخبار اللي نشرتها في الوقت الحالي. ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة، الضغط على زرار المتابعة الأزرق فوق الفيديو، وتعمل مشاركة لو حضرتك استفاد من الأخبار دي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.